اهلا بيكم ولادي وبناتي وكل متابعينا على مصر التعليميه، اهلا بيكم في حلقه جديده واستكمالا لدروس التاريخ اللي بداناها المره اللي فاتت. النهارده ان شاء الله هنكمل درس وحده شعب. مراجعه سريعه عشان اولادنا اللي ما كانوش حاضرين معانا. المره اللي فاتت احنا خدنا مجموعه من العصور وقلنا ان هي اسمها العصور ما قبل التاريخ، وكانت بيسمى عصر ما قبل التاريخ لان كان قبل ما اكتشف الانسان الكتابه. خدنا المره اللي فاتت مجموعه عصور وقلنا ان الانسان المصري القديم استغل كل الموارد اللي كانت موجوده حواليه علشان خاطر يقدر انه يعني يستفيد من كل الموارد دي لبناء حضارة. قلنا ان في العصر دوت كان بيتنقل بين الهضاب، وكان يعني كانت وظيفته ان هو بيجمع بعض الثمار علشان يأكلها والبذور، وبعض الحيوانات كان بيصطادها، ولكنه استفاد من الموارد اللي كانت حواليه. زي ما انتم شايفين هو سكن الكهوف واكتشف النار، واستخدمها كمان في طهي الطعام وصنع الادوات، صنعها كلها من الأحجار واستخدمها كمان في الصيد. دي بعض الصور احنا عرضناها المرة اللي فاتت، وده العصر الحجري الحديث. نزل خلاص من الهضبة بعد ما الهضبة جفت، وبدأ يستقر في الوادي وتعلم الزراعة، وتعلمه الزراعة خلاه يقدر بعد كده يبني كوخ صغير يعيش فيه، والكوخ دوت جنب يعني كوخ جنب كوخ جنب كوخ عمل قرية كبيرة، والقرية جنب قرية جنب قرية عملت مدينة كبيرة. وزي ما احنا حكينا المرة اللي فاتت ووقفنا عند توجه الإنسان نحو الوحدة، مجموعة القرى اللي الإنسان بناها من الكهوف من الكوخ اللي كان بيعمله أو المنزل البسيط اللي كان بيعمله، بدأ بعد كده يعمل بيوت صغيرة شوية مصنوعة من الطوب اللبن، بدأ بعد كده بيت جنب بيت جنب بيت. كان فيه دعوة كبيرة جدا إنه هو يعني عايز يستقر، عاوز يكون ليه مدينة وليه حاكم. وفعلا هو قدر إنه يعمل مدن، واختار كمان من لكل مدينة شعار، واختار معبود، واختار رمز معين من الرموز علشان خاطر يرمز للمدينة ديت. وكمان مجموعة مدن بعضها البعض كونت له في النهاية إقليم. ده الإقليم، أو هنبدأ ناخد فيه الأقاليم اللي هو التدرج نحو الوحدة. خلاص احنا عرفنا انه نشأت أقاليم مستقلة، وبعد ما نشأت أقاليم مستقلة بدأ الإنسان المصري في نشأة أقاليم مستقلة عنده إحساس داخلي إنه عايز حاكم، عايز حاكم ينظم العلاقات بينه وبين الأفراد اللي موجودين في المدينة. كل إقليم وكل مدينة كبيرة كان حواليها مجموعة من القرى، وكان الحاكم مسؤول عن رعاية شؤون أهل المدينة ديت أو أهل الإقليم. وزي ما قلت لكم من شوية كان ليها معبود وكان ليها شعار بيرمز ليها. طيب هل تتوقعوا هنفضل مجموعة من الأقاليم متفركشة إقليم هنا وإقليم هنا من غير ما يكون في يعني قوة واتحاد؟ احنا خدنا زمان في الدروس وانتوا صغيرين شوية ان في الاتحاد قوة، وكلما اجتمعنا كده على يعني على هدف معين هيبقى في قوة. المصري القديم كان متنبه بده، يعني فكر انه يعمل أقاليم مستقلة زي ما قلت لكم. والأقاليم المستقلة ديت كان ليها الجيش اللي بيحميها والحاكم اللي بيرعى شؤونها. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ فضلت المجموعة من الأقاليم ديت موجودة بشكل كبير جدا، يعني غير متحدة مبعثرة، لحد لما جه حد من الوجه البحري. الحقيقة هو مش ذاكر لي الاسم، ولكن قال لي أحد حكام الوجه البحري. أحد حكام الوجه البحري دعا وسعى إلى عمل وحدة، ودي كانت أولى محاولات الوحدة أو توحيد الأقاليم اللي كانت موجودة في مصر. طب الكلام ده كان سنة كام؟ كان سنة 4242، يبقى دي تاريخ الوحدة الأولى، طبعا قبل الميلاد. احنا اتفقنا ان كل أحداث التاريخ الفرعوني هنقول جنبها تاريخ قبل الميلاد، وناخد بالنا جدا في الأسئلة ان ممكن يجيب لي السؤال والتاريخ بتاعه موجود صح وما يحطش قبل الميلاد عشان يشوف الطالب مركز ان التواريخ دي قبل الميلاد ولا ميلاديا زي ما احنا موجودين دلوقتي. الحاكم، حاكم من حكام الوجه البحري، عمل وحدة أولى سنة كام؟ 4242. مش كده بس، ده عمل لها عاصمة كمان.
عمل لها عاصمة كبيرة وسمى هذه العاصمة أون هيليوبلس. المكان بتاع العاصمة في مصرنا الحالية عند مدينة عين شمس. الناس اللي من عين شمس طبعا عندهم يعني آثار فرعونية موجودة في المنطقة، والعاصمة كان اسمها أون هيليوبلس، دي عاصمة الوحدة الأولى. خدوا بالكم بقى من العواصم علشان احنا هنقول النهاردة كذا عاصمة موجودة. الوحدة دي اللي قام بيها أحد حكام أو ملوك الوجه البحري لم تدم طويلا، ما كانش في قوة في الاتحاد لحد لما شوية كده وراحت الوحدة دي اتفكت تاني، اتفكت في مملكتين، أصبحت مصر مملكتين، أول حاجة مملكة الشمال وتاني حاجة مملكة الجنوب. خدوا بالكم من مملكة الشمال ومملكة الجنوب، احنا قلنا من شوية ان كل اقليم كان ليه معبود وكان ليه شعار وكان ليه حاكم. في مملكة الشمال ومملكة الجنوب هنعرف عاصمة كل اقليم من الاقاليم ديت في الممالك دي، وهنعرف الشعار بتاعه وهنعرف المعبود بتاعه. عايزاكم تربطولي الحاجات اللي هقولها على كل مملكة بحرف. هنا عندنا على الشاشة الوحدة الاولى زي ما قلتلكوا احد الحكام في الوجه البحري، اتسعت كان في اقاليم الدلتا اللي هو الوجه البحري، وكانت سنة 4242 واختار اون هيليوبلس زي ما قلت لكم. انقسمت الى ايه؟ الوحدة اللي عملها دي انقسمت الى مملكة الشمال، ودي قامت في الوجه البحري في مدينة يعني حاليا اسمها مدينة دسوق، العاصمة بتاعتها كانت بوتو. مملكة الشمال كانت العاصمة بتاعتها بوتو، والشعار اللي كان بيرمز ليهم نبات البردي. نبات البردي احنا هناخد بعد كده استخداماته عند المصريين القدماء، وده كان نبات مهم جدا لانهم استفادوا منه وصنعوا منه اوراق، وهنقول بعد كده استخداماته. والمعبود اللي كانوا بيقدسوه ثعبان الكبرى. طب احنا لسه بنقول يا مس، انا بقول لكم اربطوا كل مكان عشان ما نتلخبطش بحرف. هنا عندنا مملكة الشمال كل الحاجات اللي فيها حرف الباء، العاصمة بوتو، الشعار نبات البردي، المعبود ثعبان الكبرى. يبقى مملكة الشمال اللي قامت في الوجه البحري كانت العاصمة بتاعتها بوتو، شعارها نبات البردي، ومعبودها ثعبان الكبرى. به به به، بوتو بردي كبرى، ثلاث كلمات: العاصمة بوتو، الشعار نبات البردي، المعبود ثعبان الكبرى. ودي كانت مملكة الشمال. لو حد قال لي بوتو ديت فين دلوقتي؟ كانت في مركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، واحنا خدنا السنة اللي فاتت انها يعتبر من المحافظات اللي في الدلتا. يبقى احنا كده قلنا بوتو نبات البردي ثعبان الكبرى، ادي مملكة الشمال. المملكة اللي كانت بعد كده مملكة الجنوب. احنا قلنا ان احنا كان عندنا مملكتين، دي قامت في الوجه القبلي والعاصمة بتاعتها كان اسمها نخب. كلمة نخب العاصمة القديمة دلوقتي مكانها مدينة اسمها الكاب شمال إدفو في محافظة أسوان، يبقى دي في الجنوب، احنا خدنا محافظة أسوان في الجنوب. اسم العاصمة نخب، اسم العاصمة ايه؟ نخب. والشعار بتاعها كان زهرة اللوتس، زهرة اللوتس زهرة جميلة وكانت بترمز لحاجات كتيرة عند المصريين القدماء، ولكن أخذتها مملكة الجنوب إنها تكون شعار للمملكة، شعار لمملكة الجنوب. طب المعبود بتاعها يا ترى هم قدسوا يعني ايه او عبدوا ايه؟ قدسوا حاجة اسمها انثى النسر. انثى النسر كانت من المقدسات عند اهل وسكان مملكة الجنوب. طب احنا قلنا هنربط بحرف، احنا عندنا دي مملكة الجنوب العاصمة بتاعتها نخب، الجيم وراها حرف الخاء، حرف الجيم في الجنوب وراها حرف الخاء عشان ولادنا ما يتلخبطوش بين مملكة الجنوب ومملكة الشمال. هنا العاصمة نخب، الشعار زهرة اللوتس، المعبود أنثى النسر. نقولهم تاني، مملكة الشمال كانت العاصمة بتاعتها بوتو، وكانت قلنا نبات البردي، وقلنا ثعبان الكبرى. وننقل الناحية التانية، مملكة الجنوب العاصمة بتاعتها كانت نخب، والشعار بتاعها كان زهرة اللوتس، والمعبود بتاعها كان أنثى النسر. بيجي لي مقارنات لطيفة كده بين المملكتين وهم سهلين خالص ما فيهمش أي حاجة. طب إيه اللي حصل؟ فضلت الدنيا برضو مملكتين، وإحنا قلنا في أول حاجة إن الإنسان المصري القديم اكتشف إن بالتعاون والاستقرار وبناء المساكن وإنه عايز يسعى لحضارة كان بالاتحاد والانتماء، وانه كون اسره وكون قريه وكون مدينه.
هنفضل الدنيا كده يعني مملكتين؟ قال لك لا، جه حاكم او مالك من مكان اسمه طيبة، حاكم قوي. الراجل ده فكر انه يضم او يعمل وحدة بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب، وكمان كانوا بيقولوا الاقليم الشمالي والاقليم الجنوبي. يا ترى مين الراجل ده؟ الراجل ده بقى جايبين لنا اسمه، كان اسمه الملك نعرمر مينا. الاسم الشهير جدا ليه الملك مينا، يبقى احنا عندنا كده اسمه ده موجود غير بتاع الوحدة الاولى عشان ما تتلخبطوش. الملك مينا جه من مدينة طيبة وأسس لي حاجة اسمها العصر العتيق. يعني ايه كلمة عصر عتيق؟ العتيق ده اللي هو شديد القدم. ظلت البلاد منقسمة إلى مملكتين متحاربتين فترة كبيرة جدا من الزمن. وبعدين جه ملك ظهر في طيبة اللي هي الأقصر حاليا، حاكم قوي وعظيم يسمى الملك نعرمر مينا. الراجل ده اتجه إلى توحيد البلاد. طب توحيد البلاد إزاي؟ قال لك لا، ده أنا لازم الأول أحارب أو أنتصر على بتوع مملكة الشمال وأنتصر على بتوع مملكة الجنوب. طب الكلام ده كان سنة كام؟ كان سنة 3200 قبل الميلاد. 3200 قبل الميلاد، يبقى دي تاريخ تاني عندنا النهاردة. سنة 3200 قبل الميلاد قام الملك مينا بتوحيد المملكتين اللي كانوا في مصر، مملكة الشمال ومملكة الجنوب، وانتصر عليهم الاتنين. مش بس كده، ده عمل حاجات تانية كتير. عمل ايه الملك مينا؟ اول حاجة قال لك لازم يكون في عاصمة جديدة لمصر الموحدة، عاصمة تبقى هي للشمال والجنوب. مش كده كان مش كده بس، ده اطلق عليها اسم منف، الميناء الجميل. وكان يعني من شدة جمالها اطلق عليها قلعة الجدار الابيض. مدينة منف كانت عاصمة الوحدة اللي قام بيها الملك مينا سنة 3200، وأطلق عليها منف الميناء الجميل أو قلعة الجدار الأبيض. طيب يا ترى الملك مينا بعد ما عمل كده، يعني الناس ما قدرتش الدور ده؟ قال لك لأ، المصريين فرحوا جدا بهذه الوحدة، لأن هم كانوا دايما منتميين لبعض وعندهم يعني إحساس إن هم بوحدتهم قوتهم، وكمان اهتم بيها جدا بالعاصمة واهتم بشؤون البلاد. المصريين كرموه وأطلقوا عليه ألقاب كتيرة جدا، منها صاحب التاجين، ومنها صاحب الأرضين، وكمان ملك مصر العليا ومصر السفلى. كل الألقاب دي وموحد القطرين، وكمان نسر الجنوب وثعبان الشمال. هوريكم خريطة، الخريطة دي بتبين لي مصر. ادي التاج اللي كان فوق اللي هو الاحمر بتاع مملكه الشمال، والتاج اللي في الجنوب الابيض بتاع مملكه الجنوب. جه الملك مينا وحد التاجين، لو تشوفوا عند كلمه منف، وعمل التاجين الابيض والاحمر ده، فهو اذن هو اصبح ملك على مصر كلها. العصر العتيق اللي هو شديد القدم ده، الملك مينا كون فيه اولى الاسرات المصريه القديمه، اولى الاسرات المصريه القديمه. قام الملك مينا بهذه الوحدة اللي هو الملك نعرمر مينا، والوحدة دي أسست الأسرة الأولى في تاريخ مصر القديمة. بدأ التاريخ الفرعوني بقى خلاص، الأسرات عشان نكون حضارة كبيرة جدا يشهد لها العالم، وهي الحضارة الفرعونية العظيمة. بعد كده بعد فترة من موت الملك مينا انتقل الحكم إلى أسرة جديدة، وهي الأسرة الثانية، والتي حافظت بدورها على الوحدة. يعني الأسرة التانية حافظت على وحدة الملك مينا، الوحدة اللي عملها بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب، وده اسمه العصر العتيق شديد القدم، أولى الأسرات اللي موجودة في التاريخ الفرعوني. الوحدة الأسرة الأولى قام بها الملك مينا، بعد منه بفترة جت الأسرة التانية حافظت على الوحدة والاستقرار اللي موجود في مصر، وهيبدأ التاريخ الفرعوني بعد كده أسرات كتيرة، كل أسرة هتعمل مجموعة كبيرة جدا من الإنجازات، وهتعمل مجموعة كبيرة جدا من الآثار والعلوم والحضارة. وهنتابع مع بعض إن شاء الله على مدار ترمنا الأسرات والدول اللي كانت في الدولة الفرعونية. هطلب منكم حاجة، إن شاء الله أي سؤال ليكم في الحلقة في الدرس بتاعنا دوت او اللي فات او اللي احنا خدناهم، هتسيبوه لنا على قناتنا مصر التعليمية على صفحة القناة، وورقة وقلم، ونكتب كل العواصم اللي احنا خدناها النهاردة،
قلنا العاصمة بتاعت الوحدة الأولى كان اسمها أون هليوبلس، عاصمة مملكة الشمال كانت بوتو، عاصمة مملكة الجنوب كانت نخب، وعاصمة الملك مينا اللي وحد القطرين كانت منف الجميلة اللي هي الميناء الجميل. العواصم دي مهمة جدا. الوحدة الأولى كانت سنة 4242، حاكم من الوجه البحري لم يذكروا اسمه ولكن كان من الدلتا. الوحدة الثانية اللي استمرت فترة طويلة جدا وأسست التاريخ الفرعوني كانت سنة 3200 وقام بها الملك نهارمر مينا. هستنى أسئلتكم وهستنى المقارنات اللي انتوا هتعملوها في البيت في المذاكرة. أشوفكم في حلقة تانية إن شاء الله ودرس جديد، وأتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.